مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، ونستعرض فيه أهم ما جاء في الصحف المحلية والعربية والدولية، لكن بعد الفاصل. نبدأ من صحيفة العربي الجديد ومقال بعنوان العراق وأمريكا نحو شراكة مستدامة، ولكن بقلم عبد اللطيف السعدون. جاء في مقاله: في لقائهما الأخير اتفق كل من رئيس حكومة العراق محمد شياع السوداني والرئيس الأمريكي جو بايدن، اتفقا معا على صيغة الشراكة الثنائية تحت مظلة اتفاقية الإطار الاستراتيجي. هذه الاتفاقية التي تشمل العديد من المجالات مثل السياسة والدفاع والطاقة والصحة تعد بشراكة شاملة ومستدامة، وفق تعبير السفيرة الأمريكية لدى بغداد ألينا رومانوسكي. تظهر السفيرة العراق كبلد يعج بالفرص التي لا تنضب، وكأن التدخلات الأمريكية قد جلبت النفع والعمارة للعراق، ولكن الواقع الذي يعيشه العراقيون يروي قصة مختلفة، قصة مليئة بالمآسي والانتهاكات والدمار، ولا سيما الفساد الذي بات يعصف بالبلاد بشكل يهدد النسيج الاجتماعي والاقتصادي بأكمله. بالطبع اكتشف العراقيون مبكرين أن حصيلة هذه الجردة هي صفر على الشمال، ولم تدر عليهم لا سمنا ولا عسلا، بل ما حصل في الأعوام العشرين التي مرت من مآس وآلام وانتهاكات ودمار شامل في كل مرافق الحياة والمجتمع يفوق ما حدث لشعوب أخرى تعرضت لحروب أو عمليات غزو أو احتلال. وما تقوله المنظمات الدولية المتخصصة يدحض ما أشارت إليه رومانوسكي، إذ وضعت منظمة الشفافية الدولية العراق في أحدث تقرير لها على قائمة الدول الأكثر فسادا والأقل شفافية، حيث يغذي الفساد العنف والصراع ويعرض حياة المواطنين العاديين إلى مخاطر. نفهم من مقالة الرأي هذه التي كتبتها رومانوسكي السفيرة التي تريد أن تضع بصماتها على الخطوط الحمر في بلادنا كما فعلت سابقتها صانعة الملوك مس بيل في زمن الإنجليز، أنها تؤكد ما هو مؤكد من دون أن تدري، وهو أن العراق وقع رغما عنه في شراك قوتين غاشمتين، أمريكا التي احتلت وإيران التي هيمنت عليه. وهكذا وجد العراقيون أنفسهم في دولة مختطفة ولا خلاص ولا حتى أمل في انتزاعها من خاطفيها إلا من خلال مشروع وطني شامل يضمن حقوقهم في بلدهم ويحقق لهم طموحاتهم ورغباتهم وأحلامهم، ولكن هذا الخيار لا تزال تكتنف تحقيقه صعوبات. وإلى المقال الثاني بعنوان الفساد شريان الحياة السياسية في العراق لكرم نعمة في موقع قناة الرافدين. وفي مقال مثير للكاتب كرم نعمة يتم استعراض الفساد المستشري في العراق كشريان للحياة السياسية، مستشهدا بقصة المستثمر اللبناني إحسان القيس الذي وجد نفسه ضحية لميليشيا كتائب حزب الله. الفساد في العراق ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل أصبح جزءا لا يتجزأ من النظام السياسي والاقتصادي، حيث تتواطأ الحكومة والميليشيات لتحقيق مصالحهم الذاتية على حساب الشعب العراقي. يؤكد نعمة على أن العراق أصبح مسرحا لصراع النفوذ بين الفاسدين الذين يديرون البلاد ويستغلون مواردها لتعزيز قوتهم وثرواتهم دون النظر إلى الأضرار البالغة التي تلحق بالمواطنين العاديين الذين يكافحون يوميا من أجل البقاء. من المفيد أن نذكر هنا التحقيق الأخير لصحيفة الجارديان الذي كشف أن الموظفين العاملين لدى الأمم المتحدة في العراق يطالبون برشا مقابل مساعدة رجال الأعمال في الفوز بعقود في مشاريع البناء، وهم في ذلك يغذون ثقافة الفساد كشريان للحياة السياسية في العراق. كذلك التقرير الأخير للبنك الدولي الذي التقى بمسؤولين من الحكومة العراقية في العاصمة الأردنية عمان، وأكد على أن مناخ الاستثمار في العراق لا يزال ضعيفا مع غياب تشريعات مواتية للشركات ومناخ أمني غير مستقر وأوجه قصور إدارية وفساد ممنهج. لذلك أصبح ما سرق من ثروة العراق منذ عام 2003 يصعب عده، فالحياة السياسية في العراق أشبه بحرب عصابات
وإن سطحها المضطرب يخفي عملا هادئا للنهب، ففي كل وزارة يتم تخصيص أكبر الغنائم بالاتفاق غير المكتوب لفصيل أو لآخر باعتباره الوجهة الجديدة للحكم. إلى مقال منشور في صحيفة القدس العربي بعنوان حقائق وأوهام الاشتباك الإيراني الإسرائيلي الأخير لمثنى عبد الله، الذي يقول في مقاله: يظهر كيف أن الضربة الإيرانية رغم طابعها الرمزي والسياسي أكثر من كونها تهديدا عسكريا فعليا. ويقول: لقد جاءت هذه الضربة في وقت يستفيد منه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بشكل كبير. ويتابع: إن الهجوم لم يسلط الضوء فقط على القدرات العسكرية الإيرانية المحدودة، بل وفر أيضا لنتنياهو الذريعة لتوطيد الدعم الدولي لإسرائيل، خاصة من الولايات المتحدة، في وقت تصاعدت فيه العمليات العسكرية ضد غزة. هذا التوقيت سمح لنتنياهو بتعزيز موقفه السياسي داخليا وخارجيا. ماذا بشأن الولايات المتحدة الأمريكية؟ فهنالك سؤال يطرح نفسه اليوم، هو هل كان من مصلحة الولايات المتحدة أن تقوم إيران بهذا الهجوم على إسرائيل؟ يقينا نعم، للأسباب التالية: أولا، تخفيف الضغط على الرئيس الأمريكي بايدن الذي يتعرض لانتقادات بسبب دعمه لنتنياهو في الحرب على غزة. أما الآن فقد أصبح يستطيع أن يستمر في الدعم لإسرائيل وبشكل مريح، حيث أنه سيقول إنها باتت معرضة لهجمات من إيران بشكل مباشر. ثانيا، الخلافات بين بايدن ونتنياهو ولدت رغبة لدى الديمقراطيين بالتخلص من نتنياهو قبل الانتخابات الأمريكية، خوفا من استغلالها من قبل دونالد ترامب انتخابيا. اليوم تقدمت حالة الضرورة في حماية إسرائيل على حالة الخلافات بين بايدن ونتنياهو. أخيرا، قد يبقى البعض مصرا على القول إن إيران انتصرت في تنفيذ الضربة الأخيرة على إسرائيل. حسنا، أين هي المواجهة العسكرية التي حصلت كي نقول انتصر هذا وهزم ذاك؟ أهداف الحرب بغزة لم تتحقق، وحماس لا تزال قوة فاعلة. تقرير لنيويورك تايمز. نيويورك تايمز تعرض تقييما قاتما للحملة الإسرائيلية في غزة، مشيرة إلى فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها الرئيسية وتدهور الدعم الدولي لموقفها. الصحيفة تفصل كيف أن القصف المستمر والأعمال العدائية لم تسفر عن تحقيق الاستقرار أو الأمان لإسرائيل، بل عززت من مكانة حماس كقوة مقاومة فاعلة. وتبرز التحديات المستمرة التي تواجه قوات الاحتلال الإسرائيلية في عموم المنطقة. أوضحت الصحيفة أن إسرائيل فشلت في تحقيق الهدفين اللذين شنت الحرب من أجلهما، تحرير الأسرى وتدمير حماس بالكامل. وقالت إن الحرب نفسها وأساليب الجيش جاءت بثمن باهظ: قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وانتشار الجوع في غزة، وهذا الأمر أدى إلى استشهاد المدنيين وهم يبحثون عن الطعام حول القوافل الإنسانية لشجب عالمي. ولفتت إلى أن الحرب تحولت إلى مجموعة من الأشكال باتت معتادة: مناوشات وغارات جوية واستمرار القوات الإسرائيلية بالعمل في داخل غزة لاستهداف ما تقول إنهم مقاتلون من حماس والجهاد الإسلامي. وقالت الصحيفة: رغم الخسائر الكبيرة لحماس، لا تزال القيادة المركزية قائمة، وهي من تتخذ القرارات في الحرب، وهي مسألة الأسرى ومن هم في شبكة الأنفاق سيقومون بإعادة تشكيل قوة حماس بعد نهاية الحرب بحسب مسؤولين أمريكيين. في مقاله بصحيفة الشروق المصرية يشرح يحيى عبد المبدي محمد التغييرات المفاجئة في جامعة كولومبيا، حيث تواجه هذه الأيقونة التعليمية واحدة من أكثر الفترات تحديا في تاريخها الطويل. يتناول المقال كيف بدأت إدارة الجامعة تحت ضغوط كبيرة من الكونغرس والحكومة الفيدرالية في فرض قيود على الحريات الأكاديمية والطلابية، خصوصا تلك المتعلقة بدعم قضية فلسطين.
يظهر الكاتب كيف تحولت الجامعة التي كانت مركزا للحرية الفكرية والتعبير إلى ساحة للصراع الأيديولوجي والسياسي، مما أدى إلى اعتقالات وتدخلات أمنية لقمع الاحتجاجات والنشاطات الطلابية. تتعرض الجامعات الأمريكية وإداراتها إلى حملات ترهيب من الكونغرس والحكومة الفيدرالية بصورة غير مسبوقة، فقد تم استدعاء رؤساء جامعات هارفارد وبنسلفانيا وغيرها لجلسات استماع واستجواب من قبل لجان الكونغرس تميزت بالوقاحة في توجيه الأسئلة والتهديد. وكانت نعمة شفيق آخر من وقف مع مجموعة من قادة جامعة كولومبيا الأسبوع الماضي وفقا لصحيفة نيويورك تايمز أمام لجنة التعليم التي يقودها الجمهوريون في مجلس النواب، وربما كانت هذه الجلسة قد أثرت على تحول موقف الدكتورة شفيق واتخاذها مواقف عدائية ضد الطلاب واحتجاجاتهم. فقد ذكرت شفيق في شهادتها بأنها تشعر بالإحباط لأن سياسات الجامعة لم تكن على قدر الحدث، وتعهدت باتخاذ الجامعة مواقف أكثر صرامة، وكانت أولى الخطوات توجيه تحذير مكتوب للطلاب بضرورة فض المخيم ثم استدعاء الشرطة، وهددت الجامعة باتخاذ إجراءات تأديبية في حق الطلاب تشمل الإيقاف والفصل. استدعاء الشرطة لن يؤدي إلى قمع الأصوات الحرة، بل إنه يفقد الجامعة نزاهتها وسمعتها، في الوقت ذاته يثير حفيظة المزيد من الطلبة وغضبهم. الآن إلى متابعة فقرة الكاريكاتير. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. إلى تقرير مصور حيث استشهدت امرأة حامل وزوجها وطفلتها في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية بمخيم الشابورة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما تمكن الأطباء من إنقاذ حياة الجنين بعد إجراء عملية قيصرية للمرأة حيث كانت مصابة بجروح خطيرة قبل أن ترتقي شهيدة. ووضعت المولودة أو وضعت في محضن بالمستشفى الكويتي برفح، ووضع شريط لاصق على صدرها كتب عليها طفلة الشهيدة صابرين السكني. وقال محمد سلامة الطبيب الذي يعتني بالمولودة إن الطفلة تزن 1 كيلوغرام و400 جرام، وولدت في عملية قيصرية طارئة وحالتها مستقرة وتتحسن تدريجيا. وقال أحد أقارب الشهيدة صابرين ويدعى رامي الشيخ، قال إن ملاك وهي ابنة الشهيدة صابرين واستشهدت مع أمها في الغارة،
قال إنها كانت تريد تسمية أختها المنتظرة روح. الآن إلى متابعة فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. مشاهدينا وصلنا إلى ختام حلقة صدى الأقلام لهذا اليوم، دائما وأبدا ظلوا في أمان الله، إلى اللقاء.